بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. عايز أبدأ الحلقة النهاردة وأتقدم بخالص التعازي للشعب المغربي في ضحايا الزلزال. ربنا يرحمهم ويدخلهم فسيح جناته، وكل الدعم الحقيقة والتضامن مع الشعب المغربي الشقيق. حادث جلل أشقانا الحقيقة في أشقائنا في المغرب اللي بتربطنا بيهم، ودائما علاقات كبيرة جدا مع هذا الشعب المغربي وكل الشعوب العربية والإفريقية. خالص تعازينا لكل الأسر المغربية، ربنا إن شاء الله يلهم أهاليهم الصبر والسلوان. تابعنا موقف النادي الأهلي اللي على طول الحقيقة أعلن وعبر عن دعمه ووقوفه وتضامنه مع الشعب المغربي من خلال البيان اللي حضراتكم شايفينه. وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء وجماهير النادي الأهلي بخالص التعازي وصادق المواساة لأشقائنا بالمغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة أمس، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من الأشقاء في المغرب بالشفاء العاجل والصحة والعافية. قلوبنا مع المغرب. ده كان بيان مجلس إدارة النادي الأهلي فيما يخص هذا الحدث الجلل اللي حصل في المغرب، وكلنا الحقيقة في ظهر إخواتنا وأشقائنا في المغرب.